حتى ما كنتش عارف اخد نفسي، ويا دوب لسه اهدى علشان بعدها فجأة الاقي الأوضة اتملت خيالات سودة شايفها بتجري في الأوضة. وانا شايف الخيالات دي كنت حاسس بخوف جامد ومش قادر اتحرك، كنت حرفيا مشلول ورجلي وجسمي كله تقيل. حاولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم أحمد ربيع من قناة جامعة قلبك. قصتنا النهاردة هي مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، والقصة من كتابات محمد مهنا. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لأنهم بيفرقوا كتير في انتشار الفيديو. لو أول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب وكمان فعل الجرس عشان كل قصة تجيلك إشارات بيها من غير ما تدور عليها. وبس كده تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. انا بحب القطط جدا وكنت مربي كذا قطة في البيت، بس احتفظت بواحدة بس، والاتنين والباقي اللي كانوا عندي بعتهم تبني. وكمان لما ضغط عليا في شغلي وما بقتش قادر اهتم بيها بسبب صعب في الشغل، قلت حرام كده اودي القطة اللي فاضلة عندي هي كمان تبني لحد يهتم بيها. من فترة كده حصل معايا موقف عمري ما هنساه، بمجرد ما بفتكره جسمي كله بيتلبش، وحتى دلوقتي وانا بحكي لكم الموقف ده بتلفت حواليا من الخوف وجسمي كله بيقشعر. في يوم كنت راجع تعبان جدا من الشغل، وتعبي ده ما خلانيش عارف انام. انا كده لما بكون تعبان ومرهق بيجيلي قلق وبفضل سهران وبعاني لحد ما بنام. فضلت على السرير اتقلب يمين وشمال وفاتح الواتس اتكلم مع خطيبتي ندردش لحد ما يجيلي نوم، ودخلنا على قبل الفجر بساعة ولسه مش عارف انام. كان لازم انام علشان اعرف اصحى الصبح للشغل. فقفلت مع خطيبتي وقلت لها هحاول انام علشان كده انا مش هعرف انام، مش هعرف اصحى الصبح بدري. قفلت الفون وكان خلاص باقي شوية على الفجر ويأذن، قلت حرام اني انام وما صليش. انا متعود بظبط المنبه قبل الفجر كده بحاجات بسيطة علشان اصحى اصلي ركعتين قيام واصلي الفجر وانام، بس المرة دي انا قلت هريح شوية ولما يعني اول ما اسمع صوت الاذان هصحى اصلي. وفعلا اتوبت وخلاص هدخل في نوم عميق. هنا قلقت وقلت لنفسي خلاص الفجر دلوقتي هيأذن، وفعلا الفجر اذن على برنامج المؤذن بصوت عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ده صوته مريح جدا وبحبه، سمعته قلت لما يخلص اذان هصحى اتوضى واصلي، لكني نمت وما حسيتش بنفسي غير وانا بحلم. مش عارف هو ده كان حلم ولا واقع، بس انا كنت بكلم خطيبتي في الموبايل، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. كنت قاعد على الكنبة وورايا البلكونة، فجأة وانا بكلمها حسيت بحرارة ايد سخنة قوي اتحطت على كتفي من ورا، اتنفضت من مكاني حرفيا وبصيت ورايا ما كانش في حاجة غير البلكونة المفتوحة. كملت المكالمة وما حكيتش لخطيبتي حاجة، وقمت من الكنبة وبدأت أتمشى في الشقة رايح جاي وأنا بكلم خطيبتي. بس بعدها فجأة حسيت بخنقة جامدة مش قادر أخد نفسي، وكمان حاسس بإن قلبي مقبوض قوي في الوقت ده. أنا قلت لخطيبتي أنا حاسس بحاجة غريبة بتحصل ومش فاهمها، ما رضيتش أفسر لها أكتر من كده علشان يعني متخافش، بس قلت لها انا هقفل معاكي علشان اشوف في ايه.
اول ما قفلت معاها شفت قطة سودا حجمها كبير في نص الصالة. كان شكلها يخوف يخوف قوي. فضلت اهش فيها وما كانتش بتتحرك من مكانها، كانت ثابتة وبتصلي بكل تحدي مخيف جدا. انا طبعا خفت منها قوي، اتحركت خطوتين لورا وكانت بتتحرك بشويش معايا. خفت اكتر من نظراتها وتحول عينيها للون الدم. اتحركت اكتر لحد ما دخلت اوضتي، وبرضو القطة بتتحرك معايا ودخلت اوضتي. مشيت لورا لحد ما دخلت البلكونة وثبت نفسي عند سور البلكونة وما اتحركتش تاني. ايوه، ما انا هتحرك فين تاني؟ هنط من البلكونة يعني؟ وفضلت واقف مكاني والقطة جوه البلكونة وقريبة قوي مني وتبصلي بنفس النظرات المخيفة. انا في اللحظة دي حاولت اكون عندي ثبات اكتر، ورحت ضربتها بكل عزمي برجلي علشان تخرج بعدها من البلكونة وتختفي فجأة. هي يا دوب خرجت من البلكونة وكنت شايفها في الأوضة، وفجأة لقيتها اختفت. كنت مرعوب وعمال انهج كأني كنت بجري او كنت في خناقة، حتى ما كنتش عارف اخد نفسي. ويا دوب لسه اهدى علشان بعدها فجأة الاقي الأوضة اتملت خيالات سودا. شايفها بتجري في الأوضة وانا شايف الخيالات دي، كنت حاسس بخوف جامد ومش قادر اتحرك. كنت حرفيا مشلول ورجلي وجسمي كله تقيل. حاولت انطق اي آية من القرآن ما قدرتش. عارفين حالة الجاثوم، شلل النوم اللي سمعنا عنها او حد تعرض لها، دي بالظبط بتكون حالة من شلل كامل في الجسم. مش بتعرف تتحرك ولا تتكلم، هي دي الحالة اللي صابتني فجأة. في الوقت اللي مشلول فيه جه في بالي واحد زميلي اسمه محمود. محمود ده ليه حكاية مع القطط، كان مربي قطة واتمس وعاش معاناة كبيرة. فقلت هو ده اكتر حد هينجدني، وهنا كانت الصدمة. بمجرد ما فكرت في صاحبي محمود، حالة الشلل دي راحت، وفقت على صوت باب الشقة بيخبط جامد. معرفش اذا كان انا لسه في الكابوس الغريب ده ولا لسه فيه. المهم اني جريت وانا مرعوب على الباب وفتحته. لقيت محمود صاحبي في وشي ومعاه واحد تاني صاحبنا برضه. محمود دخل ومعاه صاحبنا التاني وكانوا اصلا مش شايفيني. ايوه، ولا بصولي خالص. دخلوا وقعدوا في الصالة وانا قعدت جنبهم. وكانوا بيضحكوا جامد مع بعض ومش بيبصولي. انا طبعا اتنرفزت قوي وقلت لمحمود ما تركز معايا، انا في حاجات غريبه بتحصل لي وبشوف قطه اسود وخيالات وعايزك تخلصني من اللي انا فيه ده. محمود بكل برود بص لي وضحك وقال لي انت ما فيكش حاجه، ما تخافش، وكمل ضحك. في اللحظه دي انا بدات الرؤيه تروح بشويش، وكنت بشوف معالم الشقه زي الضباب.
ما الدنيا اسودت خالص. صرخت في محمود وقلت له انا مش شايف حاجة محمود، يا محمود الحقني. محمود قال لي بطل بقى، وقلت لك انت ما فاتش حاجة. اتضايقت واتنفست اكتر من برودو، وقلت له ما تبطل ببودك ده، انا مش عارف افتح عيني. انا حطيت ايدي على عيني ولقيت الجفن اتقفل خالص، بقت عيني مطموسة خالص. طبعا خفت قوي وقلت لمحمود الحقني مش عارف افتح عيني، ساعدني افتحها. قال لي بنفس بروده هو يضحك افتحها بروحة، هتفتح هتفتح ما تخافش، وضحك مع صاحبي. لسه مخلصتش من عيني المفولة علشان بعدها الاقي بطني بتوجعني، ألم مغص بيزيد كل شوية لحد ما حرفيا ما بقتش مستحمله ومش قادر حتى اصرخ واتوجع. اخيرا قدرت اتوجع وقلت اه، وهنا صحيت بصرخ. وكنت نايم على السرير والصبح مشقشق، ولما بصيت على الساعة لقيت ان دخل الشروق. انا كل ده كنت في حلم، معقول من اذان الفجر لحد الشروق وانا في حلم كابوس؟ ولا كل ده كان واقع وانا افتكرته حلم، ولا في ايه؟ انا متلخبط قوي وخايف قوي. انا فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ قرآن، وكنت خايف جدا وحالتي كانت صعبة، قلبي مقبوض وبيترعش بترعش. انا كل ما بفتكر الكابوس ده بتنفض. انا حكيته بس لو فضلت احاول اوصف لك اللي حصل لي من مشاهد مرعبة مش هقدر اوصف قد ايه انا عشت معاناه. عايز اقول لكم حاجة، ان قبل الحلم ده وكان وقتها بعد ما اديت القطة لحد يتبناها يعني علشان ما بقتش قادر اهتم بيها زي الاول، حلمت بكابوس وحش قوي. شفت تعبان على السرير وكان لافي في كل جسمي ومش عارف اتحرك منه. القطة حاسس انها كانت بتحميني من حاجات كتير انا مش شايفها. انا كنت قرأت موضوع بيقول ان القطط بتسحب الطاقة السلبية من المكان اللي هي فيه وبتحميك من الجن والشياطين انهم يأذوك وانت نايم. مش عارف صحة الكلام ده، بس انا فعلا كنت بشوف حاجات غريبة اوقات كتير في القطة بتاعتي. مثلا الاقيها فجأة تنام تحت الكرسي في الأوضة وانا بحضر نفسي للنوم وما تقدرش تروح مكانها اللي متعودة تنام فيه، يمكن شايفة حاجة أنا مش شايفها. ومش صدفة خالص إني أشوف كابوس التعبان كذا مرة وبعدها آخرهم حلم أو واقع مش عارف اللي حصل لي في آخر موقف لما شفت القط والخيالات والحاجات الغريبة والمرعبة دي اللي صعب أنساها. انا قررت ارجع القطه تاني. محتاج اعرف تفسيركم للقصه لاني مش لاقي ليها اي تفسير، وده كان كابوس ولا واقع؟ لان لحد الان مش عارف اذا كان الموقف ده كله كابوس ولا هو واقعي. خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى القصه تكون عجبتكم. قصتنا النهاردة كانت من كتابات المعلم الكبير قوي قوي محمد مهنا، واللي انا بحييه جدا عليها لانها عجبتني جدا. لو عجبتك القصة يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يا ريت يا جماعة الكل يدوس شير للحلقة. كان معكم احمد ربيع من قناة جنب القلب.